الجوهري بيطرح نفسه. يا ترى النظام مفرق بين حاشيته وبين الدولة؟ مفرق بين مصالحه الشخصية وبين مستقبل الدولة؟ يا ترى النظام شي مرة قاعد عامل جردة حساب وشاف الناس يلي بقيانين معه؟ يا ترى بقيانين معه كرماله ولا كرمال الدولة؟ ايه اكيد في ناس من المقربين جدا من النظام بتهمهم مصلحة الدولة وبيهمهم انه سوريا ما تنهار ولو كان عددهم قليل. انا بعرف انهم موجودين، بس يا ترى النظام عامل لهم حساب؟ عارفان انه هدول الناس رح يجي يوم ويحاسبوه على كل شي عمله وعلى ادائه حتى لو بعد ما يروح؟ ايه يا سيادة المحقق، نحن مع هدول الناس، نحن مع بعض الموالاة يلي بيهمها انه ما تسقط سوريا وما تسقط الدولة. ايه نعم، يمكن هاي الحقيقة قلال يلي بيقولوها، ليش لا؟ نحن مع كل إنسان بيهمه مستقبل سوريا. أنا كل أمل بهدول الناس إنه رح تجي لحظة ورح ينتفضوا على واقعهم ورح يقولوا هالكلمتين يلي لازم يقولوهم بعد كل شي صار واللي عملوا بشار.